السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده. شكرا لكم بزاف 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 على التعاليق الزوينه، على الكلمات الطيبه اللي كتقولوا في حقي. الله يخطيكم، الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا ديما ديما، والله يعطيكم صحيحتكم، والله يخطيكم عليا. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد باكيت ولا بينواز ولا بواحد العجينه واعره فنه وبحشوه بسيطه، وكيجي لذيذ بزاف بزاف وغادي يعجبكم. منه غوتي ومنه عشاء، انا كنديرو للدراري، كنديرو غوتي وكنديرو عشاء، ان شاء الله غادي يعجبكم. والاهم ان العجينه ديالته تصلح لجميع الاستعمالات، ممكن ديروا بها كل شيء. وقبل ما ندوزو للفيديو، يكون الدعم لواحد القناه، واحد الاخت ما عندهاش قناه صراحه، كتسكن في سلا وهي غير متبعه القناه، اخت من الاخوات يعني ما عندهاش قناه اطلاقا، كتخدم الحلويات وداكشي في الدار بحال الشكل ديال ابتسام. نخلي لكم الرقم ديالها بالنسبه للاخوات اللي في سلا، اذا بغاو شي كوموند ولا يتواصلوا معاها. والدعم الاخر غتكون واحد القناه اللي هي زوينه، الطبخ ساهل مهل مع سميه. نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. اذا بغيتوا يعجبكم المحتوى ديال القناه اشتركوا عندها، وصافي هادشي اللي غادي نقول لكم. وندوزو الفيديو وفرجه ممتعه. غادي نبداو على بركه الله حبيباتي. اول حاجه غادي ناخذ هنا واحد 15 غرام ديال الخميره، اللي هي واحد المعلقه كبيره. انا عندي الخميره الفوريه هي اللي غندير، ممكن ديروا ديك الخميره حبيبات، هي كتجي مزيانه غتقادات ليا. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده. هنا رادة واحد 200 مليلتر ديال الحليب، اللي هي تقريبا قياس جوج كيسان العنبة. انا غنعبرها لكم بالعنبة وغتشوفوها معايا. نخلط هاد السنيدة مع هاد الخميرة ونرجع معاكم. ندير مع واحد زغيمة الحليب. هانتوما شحال هي باش تذوب ليا ديك الخميرة، واحد شوية. هانتوما كما كتشوفوا يا البنات ذوبت ديك الخميرة مزيان. غادي نزيد عليها واحد الكاس تاع الزيت، ها هو هي 100 مليلتر ديال الزيت. ها نتوما العبار ديال الزيت راه ماشي هو عبار الحليب، ماشي هو عبار الماء. انا غادي ندير كاس تاع الزيت وانا غنعبر الحليب شحال وبقى ما خرجش. غادي نشري ان شاء الله، خرج داك النهار انا حدايا ما لقيتش كيسان العنبه، دابا غنمشي نشري واحد الزينه ديال كيسان العنبه باش نبقى نحط لكم العبار بها. كاس ديال الحليب وهنا كاس اخر ديال الحليب، يعني 200 مليلتر ديال الحليب هي جوج كيسان وربع. وهنايا البنات غادي نعبر واحد 200 مليلتر ديال الماء، 200 مليلتر ديال الماء. انا غنشوفها شحال غتعطيني ديال العبار لكاس العنبه. تقريبا غتكون بحال الحليب، ولكن نعبروها حنا ما خسرنا والو. هنايا البنات دابا غادي نعبر واحد 200 مليلتر ديال الماء. عندكم ها كاس الماء دافي، الحليب حتى هو دافي، ثاني تقريبا نفس العبار، جوج كيسان وربع ديال الحليب دافي وجوج كيسان وربع ديال الماء دافي وكاس تاع الزيت. صافي دابا غادي نزيد شويه الملحه، بقى ما درتش الملحه. وبالنسبه للطحين عندنا واحد 8 الكيسان ديال الطحين اونص، اللي هي 850 غرام. انا غندير الفرينه ما غاديش ندير الفورص، واللي بغى يدير الفورص يديرو، اللي بغى يدير الفينو والفورص يدير نص هكا ونص هكا. المهم غير ملي ديروا الفينو عجنوا مزيان. ها الكاس الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، الثامن. وغادي نعمر واحد الكاس وغنشوف قبل ما نزيد داك النص غادي نشوف. صافي دابا غادي ندير العجانه باش تعجن فيها، وانا عيني ميزاني وكنشوف. نعجن العجينه هي الاولى، نخليها ترتاح على الاقل ساعات المكان. راه ديك الراحه اللي كنخليو العجينه ترتاح راه هي اللي كتجيب لنا الخبز ولا اي حاجه كتجيبها لنا زوينه، مفشفشه كما تنقولوا ورطبه وزوينه. انا غادي نشوف دابا، انا دابا واحد الساعه درت 800 غرام ديال الفورص، العجينه باقا مطلوقه. غادي نزيد واحد نص كاس تاع الفورص ونشوف. هادي راه الفرينه الحرشه اولا الفورص الحرش، هي الفرق بين الفرينه والفورص. الفرينه كتكون حرشه ومسمده والفورص كيكون رطب، وهذه فرينه محيده منها النخاله وكلشي، يعني ديال المسمن ديال البغرير ديال كلشي. انا غادي نزيد واحد، ها نتوما شفتوا كي دايره، كتكون رطبه وزوينه، كتكون حرشه وزوينه ومسمده. صافي غادي نزيد نص كاس ونشوف. انا غادي نزيد البنات داك نص كاس الاخر، يعني هنا هزات ليا 900 غرام تقريبا على الكيلو. انا
نخليها تعجن مزيان مزيان مزيان، وغادي نغطي الفيلم اليمونتير ونخليه يرتاح على جنب. ودابا انا غنمشي نقطع البصله ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد ما تعجن. صافي غادي ناخذ المقله ندير فيها شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، جات واحد المعلقه كبيره. انا البنات الفلفله راني شويتها، اللي ما كيبغيش المذاق تشيت الفلفله يديرها هنا في المقله، ولكن راه كتجي زوينه مشويه، كتجي حتى هي في النفس واحد المذاق زوين. هنا درت واحد جوج بصيلات خضاريات، غنشحرهم شويه ينزلوها شويه مزدرين بكفته. بالنسبه للكفته جبت 20 درهم، واللي بغى يدير حتى نص كيلو يديرو ماشي مشكل، ممكن ديرو حتى 10 دراهم كتجي زوينه اللي درتو. صافي انا غنمشي نحك واحد شويه ديال الحق، عندي محكوكه شويه الموتزاريلا وشويه الفرماج نديرو حتى هو كيجي زوين. صافي نخليها طيح واحد شويه، نزيد لها الكفته العطريه، يعني ساهله الفلفله راني شويتها. هما هاد الباريزيان كيجي زوين وكيوجد دغيا كيتعطلش. صنصلتها وشويتها ودرتها في بلاستيكه، غادي نقطعها هكا 14 مربعات نقطعها طويل. درت الفلفله الحلوه حيت المذاق ديالها حلو، الفلفله الحمراء حيت كتجي حلوه في الماكله، ممكن ديروا الخضر. هاد الباريزيان البنات غدا وعشا، انا غدا وعشا، شوفوا الاقتصاد كي داير، كتسكروا بعشا انه كيشبع وزوين، مع شويه هكا ماشي شوربه ولا هربال ولا الحسوة الشعير بالمطيشة ولا بحال هكا. صافي انا غنحيد هاد الزبل هذا ونرجع معكم. درت شويه الملحه كما كتشوفوا، غادي ندير شويه ديال البصله الخضره، كتبقى اختياريه ديال البصله الخضره يدنا في الاخر. صافي تقريبا البصله بركه عليها، ما بغيتهاش طيب بزاف، درتها كامله. غادي نزيد شويه ديال التحميره وشويه ديال الفلفله حاره هريسه ولا الغبره ولا اللي ما بغاش الحار يدير شويه البزار. صافي ديال العطريه، انا ما غاديش ندير الكمون، جربوها غير بهاد جوج ديال العطريات، ما كيجيش فيها العطريه بزاف، وكيجي داك مذاق الكفته مع الفلفله حلو مع الفلفله المشويه كيجي زوين بزاف. انا حتى نبغي نطفي عليها عاد نزيد العطريه باش ما طيبش ديك العطريه ثاني واحد المروره. صافي كما كتشوفوا يا البنات راني درت التحميره تما بجوج الانواع، هذه الغبره وهذه ديك الغبره اللي فيها الزيت، هذه كتعطي واحد لوغو زوين وهذه كتعطي المذاق، هذه كتعطي المذاق وهذه كتعطي اللون. صافي واخا نديرها بوحدها ما تعطينيش داك اللون اللي بغينا. هنا واحد شويه المعدنوس انا راه مقاده في الثلاجه، دايره ليه شويه الملح وشويه الزيت، كيكون هكا واجد احسن من داك ديال الفريكو، ما كيكثرش بزاف، شويه جات سيمانه. صافي غادي نخلط مزيان نخليه يبرد. صافي غنبقى واحد شويه البنات على ما تخمر ليا العجينه، تقريبا كما قلت لكم خليوها ساعه حيت الخميره راه قليله فيها، تقريبا تما راه على الكيلو ديال الطحين ودرت فيه معلقه. دابا الحال شويه بارد، على ما تبرد ليا هاد الحشوه نمشي نقضي شي غرض اخر. هكا انا غنمشي نجمع الصالون تاعي هكا نطرفو ونرجع نلقاها بردات هادي ولقى العجينه خمرات. صافي غنبدا نعمر. نسيت الحار، انا غنزيد شويه الحار، انا غنزيد شويه الحار البنات. هنايا البنات درت واحد شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج كره، اللي ما عندوش يدير واحد فيهم، اللي ما عندوش ما يديرش كاع ولا يدير واحد جوج فرماجات متسلتين في لاصوص من يكون كيطيب، هذاك الفرماج كيجي واحد المذاق زوين كيزيدو. شوفوا راه خليتها ساعه المكانه، شوفوا كي دارت. وهاد هاد المقادير اللي عطيتكم راه ممكن البنات يهزو حتى الكيلو ديال الفورس على حسب الدقيق والنوعيه ديالو، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، المهم نقسمو على خمسة ولا على ربعة ولا كل واحد على حسب الحجم ديال الباريزيان اللي بغا. كما كتشوفو البنات راه الباريزيان راه العجينة كتلصق في اليد باش تجينا خفيفة وزوينة. أنا راه حطيت الطحين باش غادي نرش بلا ما ندير جوج يدي، راه يد وحدة ديرو هاد الصباع هادو خشيوهم هنايا وجمعوه كلشي عندكم. شتو نرش لها واحد شوية ديال الطحين ونحطها. صافي ونجي للخبيزه الاخرى حتى هي. شويه ديال الطحين ورش. صافي انا غنمشي تنديرهم كاملين ونرجع ان شاء الله باش نشكلهم. صافي يا البنات انا راه شكلت هنا جوج هاد زعما شفتوا، وكنديرهم بعدين حيت كيخمروا ندير معكم وحيده. نحاول نرشو هنا الدقيق غير هنا، هنا الفوق هنا ما ترشوش، ما كثروش لا الدقيق باش ما يجيناش هذوك الباريزيانات يجيونا هكا مدقسين وعامرين بالطحين.
القواش رقيقه بزاف شويه. انا راه عاودت البنات درت سته ما بقيتش درت خمسه، بانوا لي دوك الكرصات هكا شكلتهم شويه غلط، دوك الكرصات شكلتهم شويه غلط، عاودت خرجت منهم وحده اخرى، يعني درت واحد 230 في الوحده. غناخد هنا شويه الفرماج مخلط ما بين الابيض وما بين الموتزاريلا والفرماج الصفر، ما كانش ديروا واحد ما كانش بلاش كما قلت لكم قبيله. هنا غادي ناخذ داك الكفته والبصله، ممكن ديروا الطون، ممكن ديروا الخضره، ممكن ديروا الدجاج، اي حشوه بغيتوا ديروها ديروها، المهم هي العجينه هي المهمه، راه كتجي زوينه بزاف. هنا غادي ندير فلفله، هاد الفلفله رانا شويتها وقطعتها درت لها شويه الملح باش كتجي بنينه وزوينه، وخليتها هكا طويله ما قرطتهاش صغيره، واللي بغى يقرطها صغيره يخلي يقرطها. ونزيد هنا شويه الفرماج صافي. غادي نشد هاد العجينه هكا نجبدها شويه، ضروري هاد البلاصه نثبتها هوك صافي. غنثبتها بحال هكا ونجي واحد شويه نحيدو بها الفائض ديال الطحين، وهذوك اللويات ما تزيروش اللوي وانتم راخفين يديكم، ونقرص العجينه هكا. وهاد الجهه هي البنات اللي هاد الجهه اللي انا قرصت هكا هذه اللي غتكون لتحت في اللاطه. هنا غادي نجمعو ندير ليه هكا باش يعطيني ديك التقمقيمه ديال باريزيان، وهنا كذلك. هنا باقي عندي فين نزيد وحيده ولاطه اخرى غندير فيها جوج صافي. انا غنشكل الاخرى ونرجع معكم. هنايا البنات خديت واحد البيضه كامله وزدت معها واحد المعلقه صغيره ديال الزيت تقريبا ما عامراش، واحد النص فيها وشويه الخل. هذاك الزيت راه كيعطي البريون الحاجه، سواء الباريزيان سواء الكروس. قبل ما ندهن البنات راني نسيت خاصني ندير لهم واحد الخيوط هكا، غندير غير بالتفاري كيعطي واحد المنظر زوين. واللي بغى يشرط بالموس من الاحسن الموس، لا حيت الموس غادي يحل وغادي تخرج لنا الحشوه برا، يدينا بحال هكا كنزيدو كنسدو. شفتوا اش كندير؟ وماشي غير تحطو، يعني حطو وكما تنقولو حنا غرقو. غنديرها البنات غنديرها الباريزيان كله الثلاثة اللي عندي هانتوما، وغنمشي هكا نديرها بشكل مائل صافي. وغادي نبدا ندهنها البنات بهذاك الخليط اللي قلت لكم. حاولوا ملي ديروا هكا هاد العملية هكا متقبوش العجينة باش كيجي فواحد المنظر زوين. أنا زينت بشوية ديال الفلفلة حمراء ما بغيتوش بلاش، ممكن ديروا هكا زويتينات هنايا، ممكن ديروا اي حاجه. المهم راك ما عرفتش العيب اللي كتاكل. شوف مع العجينه خمرات انا كنهبط هي كطلع صافي. البنات كما كتشوفوا راه الباريزيان ديالنا طاب، هانتوما غير تنقيسو عرفتوا ما نقول لكم شرطب بزاف لدرجه كيتقطع هي بوحدو ما يحتاج لا موس لا والو. هذيك الزبده كتجي رطب بزاف بزاف هانتوما شتو صافي. انا غادي نحطو في واحد الطبيصه اللي يجي هكا طريفات كيجي فن وزوين، وكيجي حتى في المنظر تاعو حتى هو كيجي زوين صافي. البنات كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، انا قطعتهم هنا قطعتهم هكا يعني تقدموهم على هذا الشكل كيجيو فنين. هذه واحد الوحده درتها خاويه شوفوا معايا، شوفوا شحال طاب كيجي زوين بزاف، غادي يعجبكم وغادي يولي عندكم معتمد ان شاء الله. سواء ديرو بيه سندويتشات، سواء ديرو بيه هكا كريسات عامرين، أي حاجة، يعني سندويتشات عمرو قادو صايبو وديرو في الفران، يخرجو ناضيين وزوينين، وصافي هادشي اللي كاين. هذا هادي هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، كنتمنى أنها تعجبكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر، بسلام عليكم، وخليت لكم الراحة، في أمان الله.